عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعين فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنسوش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. والنهارده معانا اجواء خيالية وجميلة جدا لنارين بيوتي، وكمان زوج هرامي ومجموعة من المشاهير بيحضروا حفل الزفاف، وكانت اجواء رائعة. يا ربنا يسعدهم ويسعد حضراتكم جميعا يا رب العالمين، يرزق كل بنت بالزوج الصالح يا رب العالمين والذريه الصالحه ان شاء الله. اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، واتمنى لكم كل السعاده والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله.